الفنان المغربي الشهير ربيع القاطي، أهلا ومرحبا بك يا عيني. هل تزال الأمور طيبة؟ دائما الأمور طيبة بإذن الله، دائما الأمور طيبة حينما تكون المتابعة الإعلامية من طرف قنوات محترمة مغربية مثل قناتكم المبجلة. فأنا سعيد جدا يعني باستضافتكم لي، ومن خلالكم أتوجه نحو الجمهور المغربي المتواجد يعني داخل المملكة الحبيبة وخارجها، أتوجه إليه وأقول له كل عيد فطر وهو بألف خير، وكل عيد فطر وأنتم بألف خير. عيد مبارك سعيد عليك وعلى كل متابعينك وكل أحبابك ربيع القاطي. ربيع القاطي ظل ترند طيلة شهر رمضان المبارك، فشنو قصة كل العبارات اللي كتستعملها وكتصر عليها أنها تكون باللغة العربية، حتى أن ربيع القاطي كل ما يصدر عنك يقيم الدنيا ولا يقعدها؟ فصراحة أنا سعيد جدا لأن مفرداتي وعباراتي يعني عبرت حدود المملكة المغربية الحبيبة، وصلت إلى الدوري الاحترافي الفرنسي الأول، إلى الدور الإسباني الاحترافي الأول. فأنا سعيد جدا يعني بهكذا انتشار. هذه لغة القرآن، هذه لغة هوية، لغة انتماء. يعني الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يعني اختارها واصطفاها من بين اللغات لكي تكون لغة آخر الديانات السماوية، ألا وهي القرآن الكريم، رسالة الإسلام. فكيف لهذه اللغة ألا تعبر القارات وألا تكون مباركة وألا تضفي هبة خاصة على صاحبها ولا على متكلميها ولا على محبيها؟ فأنا وقعت يعني في حب وفي عشق لغة الضاد يعني منذ نعومة أظافري. فأنا سعيد جدا يعني أن يعني مفرداتي وعبارات يعني يكررها تجول القاصر. صح، تجول العالم ويعني كيستغلها ويستخدمها النجوم. شفنا كيفاش نادي برشلونة وطبعا قبله نادي الرجاء الرياضي، وحتى المتداولون يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بينهم، حتى أشخاص ما بينهم في الحديث أصبحت مثلا يا عيني الأمور طيبة اللي خرجت من مدي أن تيفي وجالت الدنيا. كثيرون يتساءلون ربيع، هل تكون تقصد هاد الضجة، هاد الترند، هاد البوز كيف ما يقال؟ لا، أنا زعما لن سأصدقك القول، لأنه لا سر لدي. أنا منذ زمن، منذ بداياتي يعني منذ الخطوات الأولى في مساري الفني، أنا لم أبحث عن الترند وعن البوز وعن الشهرة. لا، أنا ابن الواقع، أنا خريج معهد تكونت من خلاله يعني تكوين أكاديمي، بدأت يعني أخذ خطواتي الأولى في المجال الفني يعني بواقعية أكثر. فلم يكن هاجسي هو يعني الجري وراء هذا الحلم السرمدي اللي هو مصطلح عليه يقولوا عليه البوز. لا لا أبدا، بالعكس، أنا مواقع التواصل الاجتماعي أنا آخر من التحق بمواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أنت آخر من التحق بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنك يعني تظل على يعني ضمن الأوائل والأسماء. أنا سعيد جدا والله العظيم، أنا سعيد جدا كنقول، لأنه في البداية يعني لم تكن البداية هكذا. لأنه لما أؤكد يعني على اللغة العربية خصوصا يعني في حواراتي وفي كل خطوات الإعلامية، في البداية كانوا الناس يعني يسخرون من هذه المسألة. صح، هذه المفارقة ربيع، أنه يعني استعمالك لمفردات من اللغة العربية، أنت دائما تستخدم مفردات من اللغة العربية يعني الثقيلة، حتى أنه بعض الناس يكون صعب عليها أنها تفهمها. كنت حاضر دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن نقدروا نقولوا في إطار السخرية من هذه المصطلحات، أو حتى أنك عانيت من التنمر ربما في هذه المسألة. الآن ها نفس المصطلحات تخلق ضجة، لكن من الناحية الإيجابية. ايوا سبحان الله، فسبحان الله اللي كيبيت فشان ويصبحها فشان ياك. فسبحان الله، في البدايه انا كما قلت لك يعني كانت هنالك نوع من السخريه، نوع من الاستهزاء.
من مسألة التنمر أنا ما تنأمنش به، لأنه نحن ناس يعني نحن من فصيلة الأسود كما سبق وقلت يعني في عند البرامج، فأنا لا يؤثر فينا شيء يعني، لأنه إحنا متأكدين من خطواتنا وتنعرفهم تنوزنوا الكلام قبل ما نخرجوا أكيد. فقلت كما قلت لك يعني في البداية كانت نوع من السخرية، نوع من الاستهزاء، لكن مع مرور الوقت أصبح الجمهور العريض يعني ينتبه لهذه المفردات، كيقول واش هذه المفردات موجودة عندنا في قاموسنا اللغوي العربي يعني، وحنا اللغة العربية هو مكون أساسي للهوية المغربية الأمازيغية الإفريقية، فيعني مكون أساسي ينتمي إلى مجموعة من المكونات الأخرى. فشيء جميل جدا يعني أن يكون هذا التفاعل الإيجابي من طرف يعني جمهور، تفاعل إيجابي من طرف جمهور عريض سواء على أرض الواقع أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعك وبفضلك ربيع اكتشف كثيرون أسماء كالعرندس والباشق والقمقام، وحتى أنهم أصبحوا يستعملونها. لا وهذا شيء جميل جدا يعني أنك أنت تكون سبب، نحن غير أسباب في هذه الدنيا، والله هو من يقدر الأقدار. فكنت سببا يعني أنني جعلت واحد المجموعة كبيرة جدا من جمهورنا ومن متتبعينا وأصحابنا وأحبابنا أنهم يمشوا ويبحثوا في هذه المفردات، كيقولوا واش تخين هذا طلقها علينا، واش كيقول مفردات حقيقية. فلما دخل هذا الجمهور يعني من باب حب الاكتشاف يدخل بعض المحركات يعني على المستوى التطبيقات الإلكترونية ويبحث عن أصل هذه المفردات، وهذا شيء والله العظيم يثلج صدري كثيرا، من تلقى الناس يعني في الشارع في المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي يرددون العبارات العرندس الباشق القمقام. فهذه الصفات يعني مرتبطة بكائنات يعني خلقها الله، لكن عندها حضور يعني في المكون الثقافي العربي خصوصا المرتبط بالشعر العربي. كانت يعني هذه المفردات يعني كانت توظف بشكل كبير جدا. الفنان ربيع القاطي، نتمنى أن تكون دائما الأمور عندك طيبة، شكرا جزيلا لك. بإذن الله الأمور دائما طيبة بإذن الله.